إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، خلق الله عز وجل آدم من تراب، وخلق حواء من ضلعه، وخلق ذرية آدم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقد أمر الله عز وجل أن يكون التناسل بين بني آدم عن طريق الزواج الشرعي، وأمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبادروا بتزويج من لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أمر سبحانه وتعالى في هذه الآيات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمبادرة بتزويج من لا زوج له، والمبادرة إلى الزواج الشرعي أمر محبوب لله تبارك وتعالى، حثت عليه الشريعة لما في ذلك من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة، كغض البصر وإحصان الفرج وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشباب، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيه معشر الشباب، والأمر للشباب لكثرتهم بغير زوج، وإلا فإن الأمر عام منه صلى الله عليه وآله وسلم للشباب وللشيب أن يبادروا إلى الزواج، فإن فيه من المنافع العظيمة الشيء الكثير. وقد بيّن الشرع الشريف أن الزواج قد يكون سبباً للغنى، لا كما يتوهمه كثير من الناس أن الزواج مكلف وأنه يحتاج إلى المال الكثير ويحتاج إلى الغنى. الزواج سبب للغنى كما قال الله تعالى: وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليجتهد من يريد الزواج أن تكون زوجه ذات دين، فإن الشرع قد جعل للزوج صفات لا بد من توفرها، وجعل للمرأة كذلك صفات لا بد من توفرها، فعلى المرء أن يتخير الصفات الواردة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزوجة فيبحث بمقتضى هذه الصفات. وكذلك على الأهل المرأة أن يبحثوا عن الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزوج، فيقبلوا من تقدم لهم إذا انطبق فيه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم صفة تكون للزوجة وتكون للزوج هو أن يكون ذا دين، فقد نص الشرع المطهر أن تكون المرأة ذات دين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يتزوج أن يظفر بذات دين، لأن صاحبة الدين تحفظ زوجها في نفسه وتحفظه
في ماله وتحفظه إذا خرج منها. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوج أن يتخير ذات الدين لأنها تعود عليه بالخير كله. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك لا بد للمرأة أن تكون ذات ود وأن تكون ذات ولادة، وهذا يعرف بالنظر في حال نساء قومها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك من الصفات التي أمر الشرع المطهر بها في الأزواج أن يكون الزوج ذا دين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالذي يكون ذا دين ويكون ذا خلق إذا تقدم لامرأة لا ينبغي أن يرد، لا ينبغي أن يرفض إذا تقدم لأهل بيت، لأن صاحب الدين والخلق يعود على المرأة بالخير كله. وقد انقلب الأمر رأسا على عقب، فصار الناس يبحثون عن صاحب المال ولو لم يكن ذا دين، بل لو كان كافرا فإن الناس لا يتورعون عن زواج نسائهم لمن لا يصلي، ولا يتورعون لزواج نسائهم لمن يشرب الخمر ولمن يسب دين الله تبارك وتعالى. فأصبح المقياس عند كثير من الناس أن يكون الزوج المتقدم صاحب مال، فإن كان له مال فإنهم يرجون له كل خير إذا تزوج ابنتهم، وإن كان ذا دين وكان ذا خلق فإنهم يرجون له كل شر إذا كان فقيرا. لكن من أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفقه سنن الله الشرعية وسننه الكونية لا ينبغي أن يعدل عن الطريقة النبوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قبول صاحب الدين وقبول صاحب الخلق. وانظر إلى جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الدين والخلق، لأن الرجل قد يكون ذا دين صاحب صلاة يحافظ على الصلاة ويكون أمينا، ولكنه ليس لديه أخلاق سيء الخلق، فسيء الخلق يرد ولا يزوج له، فلا يزوج إلا لمن جمع بين الدين والخلق. هذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الزواج سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه قال بعضهم: أما أنا فلا أنام الليل، وقال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. خطب عليه الصلاة والسلام في أصحابه قائلا: أما بعد، فإني أعرفكم بالله وأتقاكم له، وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فزواج النساء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، حببوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لأنفسكم أولا، وحببوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لأبنائكم، وحببوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لبناتكم. عباد الله، يسروا أمر الزواج، يعود عليكم هذا التيسير بالخير كله، فإن تيسير الزواج يعود على الأمة جميعا بالخير كله. رغبوا أبناءكم في الزواج، من بلغ منهم وأصبح ذا مهنة يتكسب بها أعينوه على الزواج، ولا تكونوا عونا له على أن يعصي الله تبارك وتعالى. عباد الله، قد انتشرت في الأمة الأمراض، انتشرت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتشر في المسلمين الزنا والخنا، وهذا كله لأجل أن الناس إن تزوجوا حصنوا فروجهم ولم ينظروا إلى تلك المعاصي. عباد الله، اتقوا الله في أولادكم وأعينوهم على الزواج، فهذا حق الولد
على والده حقه أن يختار له امرأة صالحة تكون أما له، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يربيه أفضل تربية. وإن كان ذا قدرة من حق الولد على الوالد أن يزوجه إذا بلغ الحلم. اتقوا الله عباد الله، فكم من البنين والبنات فسدوا بسبب تأخير الزواج. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه فالواجب عليكم أن تزوجوه. إذا عرضتم عن هذا الهدي النبوي وعن هذه السنة المصطفوية فإنكم تعرضون أنفسكم للفتنة العظيمة، تعرضون أبناءكم لمعصية الله تبارك وتعالى. لذلك عباد الله، كان سلفنا الصالح يحثون أولادهم على الزواج، يحثون طلابهم على النكاح. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال لأبي الزوائد رحمه الله تعالى، وكان قد أبطأ في الزواج: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور، ما يمنعك من أن تتزوج إلا أن تكون عاجزة، لا تقدر على النكاح أو تكون فاجرة، تعصي الله تبارك وتعالى. ولقي عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية لعلها تذكرك ما مضى من زمانك؟ أخرجه البخاري ومسلم. وقال عبد الله بن عباس لسعيد بن جبير: تزوج يا سعيد، فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، الصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. عباد الله، إن الزواج له ثمرات عظيمة، منها أن به يحافظ على النوع البشري، فالتناسل هو سبب للحفاظ على هذا النوع من الانقراض، ومنها أن به تحصل كثرة هذه الأمة وزيادة عددها، كما أشار لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يكاثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته الأمم يوم القيامة، ويباهي بهم عليه الصلاة والسلام. وهذه المكاثرة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحصل ولا تكون إلا بالزواج. ومنها أنه وسيلة لغض البصر، فمن تزوج فإنه لا ينظر إلى الحرام أبدا، يحفظ بصره بزواجه. وكذلك من فوائد الزواج أن به تحصين للفرج ووقاية له من الفواحش، وبها وقاية المجتمع من آفات الفواحش كالزنا واللواط وغيرها. وفيه مصلحة للرجل والمرأة، لأن كل منهما يجد من يهتم به ويرعاه. ومن فوائد الزواج العظيمة حصول الأجر والثواب، فإن في بضع أحدكم صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفقة الرجل على أهله زوجه وأبنائه صدقة. لذلك فوائد الزواج كثيرة وعوائده كثيرة كذلك عباد الله.